الآن وكل أوان وإلى دهر الداهر. بسلام إلى الرب نطلب من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا رب من أجل المسيحيين الحسن العباد الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب كيريه إليسون من أجل أبينا ومتروبوليتنا جورجيوس والكهنة المكرمين والشمامس الخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب يا رب من أجل حكام بلادنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب كيريه إليسون من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب يا رب من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب كيريه إليسون من أجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب يا رب
غضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد
أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. سبحي يا نفسي الرب، أسبح الرب في حياتي وأرتل لإله ما دمت موجودا. خلصنا يا أنت الله يا مقام من بين الأموات، نحن المرتلين لك. هللويا. الحافظ الحق إلى الدهر والصانع الحكم للمظلومين، المعطي الطعام للجياع. خلصنا يا أنت الله يا من قام من بين الأموات، نحن المرتلين لك. هللويا. ويملك الرب إلى الدهر إلى إلى جيل بعد جيل. خلصنا يا أنت الله يا من قام من بين الأموات، نحن المرتلين لك. هللويا. المجد لله والابن والروح القدوس وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. آمين. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، لنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لك يا رب. لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إن الحجر لما فتم من أجل
Sophia, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό. الوسيطة لدى الخالق غير المردودة لا تعرضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأ بل تداركينا بالمعونة بما أنك صالحة نحن صارخين نحوك بإيمان بادري إلى الشفاعة وأسرعي في الطلبة يا والدة الإله المتشفعة دائما بمكرمي لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين Peace.
لتكن يا رب رحمتك علينا رزقنا. ابتهجوا أيها الصديقون بالرب الحكمة، فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. لنصغي يا إخوة، لكل واحد منا أعطيت النعمة على مقدار موهبة المسيح، فلذلك يقول لما صعد إلى العلا سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. فكونه صعد هل هو إلا إنه نزل أولا إلى أسافل الأرض؟ فذاك الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق السماوات كلها ليملأ كل شيء، وهو قد أعطى أن يكون البعض رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين ولعمل الخدمة وبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدة الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى مقدار قامتي ملء المسيح. السلام لك أيها القارئ. هللويا ولنسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. وللروحك فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد.
في ذلك الزمان أبصر يسوع جمعا كثيرا فتحنن عليهم وأبرأ مرضاهم. ولما كان المساء دنا إليه تلاميذه وقالوا إن المكان قفر والساعة قد فاتت فاصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعاما. فقال لهم يسوع لا حاجة لهم إلى الذهاب أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له ما عندنا هاهنا إلا خمسة أرغفة وسمكتان. فقال لهم هلم بها إلي إلى هاهنا. وأمر بجلوس الجموع على العشب ثم أخذ الخمسة الأرغفة والسمكتين ونظر إلى السماء وبارك وكسر وأعطى الأرغفة لتلاميذه والتلاميذ للجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا ورفعوا ما فضل من الكسر 12 قفة مملوءة. وكان الآكلون 5000 رجل سوى النساء والصبيان. وللوقت اضطر يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر.
جميع المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أبانا ومتروبوليتنا جورجيوس وكافة المشتركين في هذه الخدمة المباركة والخاطرين في فكر كل واحد منكم من الأحياء والأموات ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. لنكمل طلبتنا للرب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب يا من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب كيريا ملايسون من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب اضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا
الرب نسأل. استجب يا رب. مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل. نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل. تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا وكل حياتنا المسيح الإله. لك يا رب برأفات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميع لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين بآب وابن وروح القدس ثالوث متساوٍ
الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر، وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآب، وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له مجد، الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، وأعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. لنقف حسناً، لنقف بخوف لنصغي، لنقدم بسلام القربان المقدس. ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم ومع قلوبنا فوق واغيرها عند الرب لنشكرن الرب بتسبيح الظفر مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 Oh,
التي لك مما لك. نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. وخاصة من أجل الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. Oh.
وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة. والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن جميعهم وجميعهن وأعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ولتكن مراحم الإله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضاً وأيضاً بسلام إلى الرب نطلب كيريا لله صور كيريا. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضاً وأيضاً بسلام الذي قبل على مذبح المقدس السماوي العقلي فائحة طيب زكي روحي يرسل لنا عوضا منها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب في الإيمان وشركة الروح القدس فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك
لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدوس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم ولروحك، لنحن رؤوسنا بنعمة ورأفات ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. القدسات قدوس واحد رب واحد يسوع لمجد الله بخوف الله وإيمان ومحبة تقدموا شعبك وبارك ميراثك. قد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد للثالوث غير المنقسم بأنه الله حين الآن وكل أوان وإلى
الداهرين. آمين. إذ قد تناولنا مستقيمين أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة غير المائتة السماوية المحيية المرهوبة، فلنشكر الرب شكرا لائقا. يا رب ارحم، اعضد وخلص وارحم واحفظ يا الله بنعمتك. بعد أن نسأل أن يكون نهارنا كله كاملاً مقدساً سلامياً وبلا خطيئة، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضاً وكل حياتنا المسيح الإله. لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، باسم الرب بارك. يا مبارك مباركك يا رب مقدس المتكلين عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس الذين يحبون جمال بيتك، أن تمنحهم عوضاً من ذلك مجداً بقدرتك الإلهية. ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك، هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة وللحكام ولكل شعب، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك يا إلهنا ورجاءنا المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قمت من بين الأموات لأجل خلاصنا بشفاعات أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب، وبقدرة الصليب الكريم المحيي، وبطلبات القوات السماوية المكرمة عالمة الأجساد، وتوسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح، والقديسين المجيدين الشهداء المتألقين بالظفر، وآبائنا الأبرار المتوشحين بالله،
وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم، رئيس أساقفة القسطنطينية، كاتب هذه الخدمة الشريفة الإلهية، والقديس جورجيوس شفيع هذه الكنيسة المقدسة، والقديسين الصديقين واكيم وحنا جدي المسيح الإله، والقديسين الذين نحتفل اليوم بتذكارهم، وجميع القديسين، ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. صلواتي بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك الإلهية كل حين، نرسل إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدوس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Amen.
كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إذ قد تناولنا مستقيمين أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة غير المائتة السماوية المحيية المرهوبة، فلنشكر الرب شكرا لائقا. يا رب ارحم، اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد أن نسأل أن يكون نهارنا كله كاملاً مقدساً سلامياً وبلا خطيئة، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضاً وكل حياتنا المسيح الإله. لك يا رب، لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنخرج بسلام إلى مبارك مباركك يا رب مقدس المتكلين عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس الذين يحبون جمال بيتك، أن تمنحهم عوضا من ذلك مجدا بقدرتك الإلهية. ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك، هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة وللحكام ولكل شعب، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان. Thank you.
معكم وجميع المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين. هل هو إلا إنه نزل أولا إلى أسافل الأرض، فذاك الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق السماوات كلها ليملأ كل شيء. وهو قد أعطى أن يكون البعض رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين ولعمل الخدمة وبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدة الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى مقدار قامتي ملء المسيح. السلام لك أيها القارئ. هللويا 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 هللويا. إلى الرب نطلب كيريا إليسون. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. المجد لك يا إلهنا ورجاءنا المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قمت من بين الأموات لأجل خلاصنا بشفاعات أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب، وبقدرة الصليب الكريم المحيي، وبطلبات القوات السماوية المكرمة عالمة الأجساد،
وتوسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح والقديسين المجيدين الشهداء المتألقين بالظفر وآبائنا الأبرار المتوشحين بالله وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية كاتب هذه الخدمة الشريفة الإلهية والقديس جورجيوس شفيع هذه الكنيسة المقدسة والقديسين الصديقين واكيم وحنا جدي المسيح الإله والقديسين الذين نحتفل اليوم بتذكارهم وجميع القديسين ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر Kyrie
من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله. إلى الرب نطلب يا رب من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسي. إلى الرب نطلب من أجل أبينا ومتروبوليتنا جورجيوس والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب. إلى الرب نطلب يا رب من أجل حكام بلادنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح. إلى الرب نطلب كيرية الأليسون من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين السلام وتوبة. الرب نسأل خلاصك أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب. نسأل كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا وكل حياتنا المسيح الإله. لك يا رب برأفات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميع ولروحك
لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف جميعكم وجميع المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أبانا ومتروبوليتنا جورجيوس وكافة المشتركين في هذه الخدمة المباركة والخاطرين في فكر كل واحد منكم من الأحياء والأموات ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين لنكمل طلبتنا للرب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب يا من أجل هذا البيت المقدس وقت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الله والروح القدس خلصنا سلام إلى الرب نطلب كيريا الأليسو اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله إنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد
أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إن الحجر لما فتم من اليهود وجسدك الطاهر حفظ من الجن وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة. والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن جميعهم وجميعهن وأعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ولتكن مراحم الإله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. ومع روحك. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. Oh.
مستقبلا ملك الكون جميعا. وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة. والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن جميعهم وجميعهن. وأعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ولتكن مراحم الإله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. إذ قد تناولنا مستقيمين أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة غير المائتة السماوية المحيية المرهوبة فلنشكر الرب شكرا لائقا. اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. آمين. بعد أن نسأل أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنخرج بسلام
عبدك مباركك يا رب مقدس المتكلين عليك. خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس الذين يحبون جمال بيتك، أن تمنحهم عوضاً من ذلك مجداً بقدرتك الإلهية. ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك، هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة وللحكام ولكل شعب، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك يا إلهنا ورجاءنا، المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قمت من بين الأموات لأجل خلاصنا بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب، وبقدرة الصليب الكريم المحيي، وبطلبات القوات السماوية المكرمة عالمة الأجساد، وتوسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح، والقديسين المجيدين الشهداء المتألقين بالظفر، وآبائنا الأبرار المتوشحين بالله،
وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم، رئيس السقيفة القسطنطينية، كاتب هذه الخدمة الشريفة الإلهية، والقديس جورجيوس شفيع هذه الكنيسة المقدسة، والقديسين الصديقين واكيم وحنا جدي المسيح الإله، والقديسين الذين نحتفل اليوم بتذكارهم، وجميع القديسين، ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. ولعمل الخدمة وبنيان جسد المسيح إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدة الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى مقدار قامتي السلام لك أيها القارئ. هللويا 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 الحكمة فلنستقم ولنسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. وللروحك فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر.